الأصايل ومسافة الخمسة كيلومترات. الحاضرة معنا نتابع مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى والانطلاق الأول. شعار معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد بقيادة المضمر مختار بن أحمد من يقدم لنا أدهم على المركز الأول. المركز الثاني يتقدم مناحر من هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي من يقدم لنا مناحر المتسللان إلى المقدمة وإلى الصدارة. المركز الثالث نتابع الوصول. المركز الثالث القدوم من مشاغب لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن جمعة بن عبيد بالدبيله الفلاسي من يتقدم الان على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الاسماء القادمه. مرحب لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والتقدم والانطلاق من الجانب الأيمن في هذه اللحظات. من بدأ يصل مياس لسمو الشيخ محمد بن طحنون آل الهيان عبد الله بن علي بن بخيت المسافري. والمركز السادس سادس التحديات يتقدم شعار إمبراطورية هجن العاصفة مع انطلاقة الشامخ. المركز السابع الوصول من الفايز لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي علي بن مهير بن بليشة الاكتبي يتقدم بدوره على المركز السابع. المركز الثامن القايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز التاسع وصل المجازف من تألق في صباح هذا اليوم باختطافه لثلاثة رموز وأيضا انتزاعه لمزيدا من الأشواط على أرضية هذا الميدان لينقل هذا السلام إلى عاصمة ميادين السباق. يتقدم بشعار مؤسسة هجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع علاقة الجامح. المركز العاشر اختم به النداء الوصول من اسيف لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد بن المر بن حلوه الاكتبي على المركز العاشر. هذه النتيجه للعشره المراكز الاولى. نعود بحضراتكم الى المقدمه الى الصداره الى الانطلاق الاول الى التحديات الاولى الى شعار معالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد من يتواجد على الصداره وعلى المقدمه. ولكن شعار هجن العاصفة هجن العاصفة تتقدم الآن وتسيطر على صدارة هذا الشوط مع انطلاقة مناحر على المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي الباحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار متواجدا على المقدمة والصدارة. المركز الثاني مياس لسمو الشيخ محمد بن طحنون آل الهيان عبد الله بن علي بن بخيت المسافري يتواجد على ثاني التحديات. بينما المركز الثالث الوصول والقدوم المميز بدأت الانطلاقات الجميلة الشامخ من هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الرابع مرحبا بالجامح وشعار هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الخامس الوصول من الفائز لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بقيادة المضمر علي بن بليشة من يتابع هذا الانطلاق. ولكن المقدمة الصدارة يا سلام على هذه التحديات المميزة والجميلة و1200 ما يفصلنا عن خط النهاية. العاصفة تسيطر على المركزين الأول والثاني مع هذه الانطلاقات المميزة.
يتواجد المضمر غياث الهلالي، ولكن بن زيتون وصل المجازف، وصل المتألق، وصل المبدع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يعرف طرق النواميسي جيدا، يتقدم الآن، يتسلل بدوره إلى المركز الأول، إلى المقدمة الأولى، الرئاسة وهجنها تتألق في ختامي المرموم لعام 2018. وبن زيتون المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا الجامح الجامح الجامح، يبحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار وعن تسجيل نقطة مميزة على أرضية هذا الميدان للمرة السابعة على التوالي، لهجن الرئاسة وللمضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. سلامي للمجازف سلام، وسلام للرئاسة سلام، وسلامي لعشاق هذا الشعار الجماهيري، شعار هجن الرئاسة. تهانينا تهانينا، والناموس لهجن الرئاسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز الجامح بالمركز الأول. المركز الثاني شعار هجن العاصفة غياث الهلالي. المركز الثالث وصل الفائز لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي. والمركز الرابع وصل شعار هجن العاصفة. وخامس المراكز القائد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. تهاني والناموس للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير. التوقيت الزمني لحظة الوصول 7:18 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل على ثاني التحديات شعار هجن العاصفة مع انطلاقة مناحر بقيادة مضمر غياث الهلالي 7:22:92. تهاني والناموس. بينما المركز الثالث وصل الفائز لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي. التوقيت الزمني من مسافة 5 كيلومترات كما تشاهدون 7:23 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس. انطلاقات كانت تحمل القوة والإثارة.